اجتمعنا كمكتب سياسي الصبح للتداول اولا في الموضوع، وايضا لوضع الاخوات واخوة اعضاء المكتب السياسي في الصورة قبل اللقاء اللي كان في رئاسة الحكومة ومن بعد اللقاء، وايضا تداولنا في المرشح اللي غادي ندعمه في رئاسة مجلس النواب. المكتب السياسي خرج بقرار باعتبار اننا لا يمكن من الناحية الاخلاقية والسياسية ان نقدم مرشح، لان كانت رأسه الى حدود الساعة الغرفة الثانية كحزب، ولا يمكن ايضا ان نعبر على موقف هكذا، ولاننا قد توصلنا برسالة وباتصال من عند اخواننا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه، كيقترحوا علينا وكيطلبوا منا اننا ندعم مرشح الاتحاد الاشتراكي، وبحكم ان الى حدود اجتماعنا مع الفريق الان المرشح الوحيد والحزب الوحيد اللي عبر على الرغبه ديالو، والحزب الوحيد اللي توصلنا من عنده بمراسله، فبعد نقاش مستفيض استحضرنا فيه علاقتنا بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كحزب في هذه السنوات الأخيرة، وأيضا كمناضلين داخل الأصالة والمعاصرة اللي تشكل من اجتهادات مختلفة، ودعم الحزب لنا في إبان انتخاب رئيس الغرفة الثانية. فقررنا بإجماع الأجهزة الحزبية بدعم بالتصويت على مرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الأستاذ الحبيب الملكي.